فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الزوجة التي ترفض أن تطبخ وتكنس في بيت زوجها، هل عليها شيء في ذلك وهل تعتبر عاصية؟ الآن دلوا ما يأكلون بالبيوت، لازم يجاب من المطاعم ومن راح الطبخ بالبيوت الآن، والنساء ما تطبخ الآن، موظفات ويروح أكثر من الرجال يخرج للأعمال، صار مثل الرجال، نعم راحت المسألة الآن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.